بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان من عام 45 و400 وألف للهجرة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم، ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. أحسنت. هذه هي الآية السابعة من سورة المجادلة. الآيتان اللتان قبلها في محادة الله ورسوله، وأن الذين يحادون الله ورسوله جزاؤهم الكبت في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. فما مناسبة آية العلم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض للآيتين اللتين قبلها؟ الجواب أنه لما بين سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين شأن المحادين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبين جزاءهم، أعقب ذلك بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء في إثبات علمه سبحانه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الآية صدرت بالعلم وختمت بالعلم، وهذا دليل على أهمية العلم من ناحية وأهمية علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء سبحانه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فعلمه لا يحاط به، بل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فيا أيها المحادون علمكم عند الله، ويا أيها المخالفون علمكم عند الله، يعلم محادتكم. وفي هذا بيان، ودائما القاعدة التفسيرية العامة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من يعمل طاعة فليعلم أن الله يعلمه ويعلم نيته، ويبشر بالخير إن كانت نيته سليمة، وكل من يضمر الشر أو يعمل المحادة فإن الله يعلمه وسيجازيه يوم القيامة. إذن
تبين لنا مناسبة هذه الآية لما قبلها. هل لهذه الآية سبب نزول؟ نعم، نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يتناجون، اثنان ثلاثة أربعة خمسة منهم يجتمعون ويتناجون في شأن النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فيسخرون منهم ويستهزئون بالدعوة. فبين سبحانه أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة يتناجون إلا والله رابعهم، ولا خمسة إلا والله سادسهم، ولا أدنى من ذلك، حتى الذي يناجي نفسه أو يتناجى اثنان فإن الله يعلم نجواهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو مع صفوان بن أمية، حيث كانوا يوما يتناجون، فقال أحدهم: أترون أن الله يعلم ما نقول؟ قال الآخر: يعلم بعضه. وقال الثالث: بل يعلمه كله. وهذا صدق. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي كما قلت عامة في كل من يتناجون، فإن الله يعلم نجواهم إن كان من خير أو كان من شر والعياذ بالله. ولهذا من الآداب والمروءة حتى بين الناس أنهم إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن الشيطان يوقع في نفسه أنهم يتناجون ضدك وأنهم يريدون النيل منك. فليس من الأدب ولا أدب الصحبة ولا أدب المجالس أن اثنين يتناجون أو ثلاثة ويتركون البقية، لا سيما إذا كان واحدا، وأن الله يعلم هذه النجوى وأنه سيحاسبهم عليها. وفي هذا دليل على أن المسلم يجب أن يزن كلامه وقوله سرا أو علانية، تناجيا في الخير أو في غيره، فإن الله يعلمه. التفسير: هذه الآية فيها إثبات علم الله وإحاطته وإدراكه بكل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى استفهام، نوعه تقريري، يقرر الاستفهام في خطاب الله عز وجل إثبات علم الله عز وجل. ألم ترى من المخاطب؟ قولان للمفسرين. القول الأول أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. ألم ترى يا محمد أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وهي ربط بسبب نزول الآية في الذين يتناجون، فأنزل الله خبر نجواهم وأعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بما يتناجون به أو بما يتناجى به أعداء الدعوة والكفار والمنافقون ضد الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. والقول الآخر أن المخاطب عام، ألم ترى كل مسلم، كل مخاطب، كل مكلف، كل عبد في إثبات علم الله تبارك وتعالى. والمعنى: ألم تعلم يا محمد أو أيها العبد، العلم اليقيني أن الله يعلم ما في السماوات من الموجودات وما في الأرض، سواء بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما. ما يكون من نجوى ثلاثة، هذه جملة مستأنفة. الأولى عامة ومقررة وتؤكد إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، ثم استؤنفت في سبب النزول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.
والاستئناف هنا جاء لتقرير شمول علم الله وإحاطته بكل المعلومات، المعلومات العامة كما في صدر الآية، ومعلومات النجوى التي يتناجى بها الخلق. وما في قوله ما يكون نافية، وكان تامة بمعنى ما يكون، ما يوجد وما يقع، ومن مؤكدة نجوى فاعل وهو مصدر بمعنى التناجي، مضاف إلى فاعله، أي ما يقع من تناجي ثلاثة من النفر ويسارون به إلا والله سبحانه وتعالى رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. نوع الاستثناء في قوله إلا هو رابعهم، إلا هو خامسهم، استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما يوجد في حال من الأحوال إلا في حال التناجي. وفي هذا تأكيد على أنه لا يتناجى أحد أو اثنان أو ثلاثة أو خمسة إلا بالخير، وأنكم إن تناجيتم بغيره فإن الله عالم بنجواكم وسيحاسبكم عليها. ما يكون بالياء، قرأ الجمهور بالياء بالتحتية، وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع والأعرج وأبو حيوة بالفوقية. ما تكون، ما تكون بالنظر إلى النجوى، ما تكون النجوى من ثلاثة إلا والله رابعهم، وهذا واضح، والتذكير على قراءة العامة لأنه مسند إلى قوله من نجوى، وهو يقتضي الجنس، وذلك مذكر، ويكون القراءة بالفوقي بالتحتية هي القراءة الراجحة، لأن من مؤكدة، فالفعل مسند إلى الجنس، ويجوز أن يسند إلى مؤنث كما قلنا في رجوعه إلى النجوى وهي مؤنثة. ما يكون من نجوى، نجوى مصدر مضافة إلى ثلاثة، من نجوى ثلاثة أي من تناجي ثلاثة وحديثهم ومسارتهم، أو مصدر على حذف مضاف، أي ما يكون من ذي أو ذوي نجوى، فثلاثة على هذين التقديرين بدل أو صفة. وقرئ ما يكون من نجوى ثلاثة ولا خمسة بالنصب على أنه حال، وقرئ بالرفع ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثم تقف ثلاثة إلا هو رابعهم على الرفع على الاستئناف، ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذه ثلاث قراءات، والراجح الراجح القراءة بالخفض بالجر، ما يكون من نجوى ثلاثة على أنه بدل أو صفة. قال ولا نجوى خمسة، التقدير في خمسة، شف الأول قال ما يكون من نجوى ثلاثة، ثم لما جاءت الخمسة ما كرر النجوى لأنها معروفة فحذفت لمعرفتها. ولا خمسة، ولا خمسة نفر، ولا خمسة، ولا خمسة نفر إلا وهو سبحانه سادسهم، أي في الاطلاع والعلم والمعية والإحاطة. هل لهذه الأعداد تخصيص؟ تخصيص هذه الأعداد له فائدة؟ طيب نجوى سبعة، نجوى تسعة، نجوى أكثر، بيّنتها الآية التي بعدها، ولا أكثر من ذلك ها إلا هو معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر
إلا هو معهم الأدنى اللي يناجي نفسه أو اثنان يتناجيان، والأكثر إلى الملايين. فإذا كل نجوى الله مطلع عليها مهما كانت قلت أو كثرت. والتخصيص إذا ما فائدته في الثلاثة أو الخمسة؟ لأنه واقع الحال الذي كان سبب النزول كان نزل لأن ثلاثة اجتمعوا وتناجوا وخمسة اجتمعوا وتناجوا، فهذا من باب التخصيص للواقعة والنازلة التي هي سبب نزول الآية، وإلا فعلم الله محيط بما هو أكثر من ذلك سبحانه وتعالى. ولهذا فإن التشاور يكون من أكثر من اثنين، التشاور للحصول للعلم اليقيني أو غلبة الظن أو الرأي الراجح ما يكون من واحد، يكون من ثلاثة على الأقل. ولهذا جاء في هذه الآية تأكيد مع تأكيد التناجي، تأكيد أنه عند التشاور يكون العدد أكثر، لأن التشاور غالبا يكون من ثلاثة والثلاثة مرجح. إذا كانوا اثنين يتشاورون، هذا رأى نعم وهذا رأى لا، من يرجح؟ يكون في ثالث، وإذا كان خامس أحسن، وإذا كان سادس وسابع إلى الأعداد الأكثر. ولهذا المجالس الشورية كلما كثرت مع النوعية كلما كان أنضج للرأي. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاءت الخلافة جعلها في ستة من الصحابة يتشاورون في ما هو في مصلحة الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الفراء: العدد غير مقصود في الثلاثة والخمسة، لأن الله يعلم العدد القليل والكثير والأدنى والأكثر، لا تخفى عليه خافية، ولهذا عمم الحكم فقال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو سبحانه معهم. هنا إثبات المعية، الأول إثبات العلم، والثاني هنا إثبات المعية، إثبات معية الله جل وعلا لخلقه. والمعية معية حقيقية بما يليق بجلال الله وعظمته. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها حقيقة ذاتية، بمعنى أن الله بذاته مطلع وعالم ومدرك، ولا تخفى عليه شيء أو خافية من أمور خلقه، إلا هو معهم مع المتناجين بالعلم والسمع على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا ما ذكره أهل السنة والجماعة ومنهج السلف في إثبات المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. لكن ما نقول إنها معية وهمية، أو نؤول المعية إذا جاءت، أو نشبه بمعية المخلوقين، بل نقول معية حقيقية تثبت علم الله وإحاطته بكل شيء على ما يليق بجلاله وعظمته. إذن لماذا خص الثلاثة والخمسة بالذكر؟ أي للواقعة التي حصلت سبب وقت النزول. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إثبات علم الله ومعيته سبحانه في كل أمر، في الخلوات، في الجلوات، في السر، في العلانية، في كل شأن من شؤون العباد، فالله عالم بهم وهو معهم أينما كانوا بعلمه سبحانه. قال: ولا أكثر. قرأ الجمهور: ولا أكثر، وقرأ: ولا أكبر. ولا أدنى من ذلك ولا أكبر، وهي قراءة الحسن ومجاهد والخليل بن أحمد ويعقوب،
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، قراءتان، الجمهور بالثاء للكثرة، وقرأ بعضهم بالأكبر مقابل الأدنى، سواء في العدد أو في الجنس. ثم ينبئهم بما عملوا، إثبات الجزاء والبعث والمرد إلى الله عز وجل يوم القيامة، إثبات الجزاء وإثبات يوم البعث واليوم الآخر ويوم القيامة، وأن الناس راجعون إلى الله جل وعلا. إن الله سبحانه بكل شيء من المعلومات عليم، أي محيط مدرك، لا يخفى عليه شيء. ثم ينبئهم، هذه قراءة الجمهور، وقرئ ينبيهم، ثم ينبيهم، وهي قراءة زيد بن علي. وفي معنى هذه الآية إثبات العلم وإثبات المعية، ولا عدد محصور في إثبات علم الله. كم الأعداد المليونية والمليارية من البشر، سبحان من أحاط بهم علما ولا يحيطون به علما. وفي هذا التحذير من التناجي أو السر في عداوة المسلمين وبغضهم وإيذائهم والمكر بهم، فإن الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذا مجمل الكلام في هذه الآية، في سبب نزولها، في مناسبتها، في القراءات فيها، في معناها الإجمالي، في ألفاظ مفرداتها وبيانها. بقي هداياتها، الأول حركوا عقولكم، ألم تر أن الله يعلم. أول شيء إثبات علم الله جل وعلا، واستشعار مع العلم الرقابة، إن الله كان عليكم رقيبا، والشهادة، إن الله بكل شيء على كل شيء شهيد. فلا تعصه أيها العبد، وإذا كان الناس لا يرونك فإن الله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. فاستشعار العبد رقابة الله يجعله يواظب على الطاعات ويجتنب المحظورات في حق الله سبحانه أو في حقوق عباده. أيضا إثبات علم الله، الإشارة إلى أن التناجي يجب أن يكون تشاورا في الخير. إذا كان هناك تناجي بين اثنين أو ثلاثة فلا يكون إلا في خير الناس، أو نفعهم أنفسهم، أو نفع مجتمعهم، أو وطنهم، أو أمتهم، وتحذير التناجي بالشر والعياذ بالله أو أذى المؤمنين. وما أكثر الذين يجتمعون اجتماعات سرية أو علانية في الكيد للإسلام وأهله، والكيد للمسلمين وإذاء المؤمنين، لكن الله جل وعلا فاضح كيدهم ومكرهم، وجامعهم ليوم لا ريب فيه، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال في ختام هذه الآية إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. التناجي في هذه الدنيا بالسرية بين الثلاثة أو الخمسة أو الأكثر أو الأقل سيكون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأن الله قال فينبئهم بما عملوا، كل ما يسره المتناجون وينعزلون به ويسروه ويخفوه سيعرض على الأشهاد يوم القيامة، وينبئهم الله في الملأ الأعلى في يوم عظيم مشهود.
إثبات صفة العلم، وكما قلنا في أولها وآخرها العلم لله، وأيضا العلم بعامة، وفيه إثبات أيضا أهمية العلم للمخلوق، ومنه علمه بأن الله يعلمه، لأن الجاهل لا يعلم ذلك، فليتنبه لهذا. بقي إثبات صفة المعية وهو معهم أينما كانوا، وفي هذا مع التأكيد الأكيد زجر شديد. إذا كان الله مع خلقه فكيف يجرؤون على معصيته؟ وكيف يجرؤ المتناجون بالشر والله يعلمهم وهو معهم أينما كانوا؟ بعض الناس إذا تناجوا يلتفتون، يلتفت يمين ولا يسار يشوف ما عندها أحد ثم يتحدث. طيب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أن هناك ملكين على يمينه وشماله يكتبون الحسنات والسيئات، مع إحاطة الله وعلمه سبحانه وتعالى بكل ما يخفيه خلقه وما يتناجون به ويتسارون، وهو معهم أينما كانوا، والله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. وأيضا إثبات البعث والجزاء ويوم القيامة، وهذا يدعو الإنسان إلى الاستقامة على الطاعة وعلى التوحيد وعلى العبادة. ونذكر ونحن في شهر شعبان، شهر شعبان اليوم 10، بعد 20 يوما يحل علينا الشهر الكريم، فهي فرصة للتوبة والإنابة والخروج من المظالم والإقبال على الله جل وعلا. وأيضا العناية بشهر شعبان لأنه تمهيد لرمضان، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد شهرا من الصيام كما يتعاهد شهر شعبان، حتى إنه لا يصوم أكثره، أو كما ورد في الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها. وأيضا شهر شعبان لا يخص بأعمال دون غيره، وما يذكر في ليلة النصف من شعبان، فأقوال المحققين من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والإمام أحمد رحمه الله والشوكاني وابن رجب وغيرهم على أن الحديث فيها ليس بقوي، وإنما هو ضعيف في غاية الضعف أو موضوع، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم والمحققين منهم. ولهذا حديث البراءة الذي هو: من قام ليلة النصف من شعبان كتب له براءتان، حديث لا يصح، لأن الإنسان ليس عمله متعلق بأشهر أو أيام أو ليالي ثم يغفل في بقية الأيام، وإنما علم الله وإرادته وعبادته ومعيته سبحانه مع عبده في كل شيء إلا ما جاء به الدليل. ولهذا القول الصحيح في إنزال القرآن أنه ليلة القدر وليس ليلة النصف من شعبان، إن أنزلناه في ليلة مباركة، جمهور أهل العلم على أنها ليلة القدر، بل أكثر أهل العلم ولم يقل بأنه ليلة النصف من شعبان إلا قليل، ولهذا فهو قول ضعيف. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، فليتنبه لهذا، ولنستعد للشهر الكريم بالإقبال على الله والتوبة وإثبات علمه جل وعلا وجميع أسمائه وصفاته، لنقوم بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولنقوم بالعبادات على الوجه المطلوب وفق المنهج النبوي، موحدين الله عز وجل في الأقوال وفي الأفعال وفي الألفاظ، فلا نتقرب إلا إليه، ولا ندعو إلا هو، ولا نتقرب ولا نتوجه إلا إليه في دفع ضر أو جلب نفع. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،
وأن يجعله شهر عز ونصر وتمكين للمسلمين في كل مكان، وأن يحرر فيه مقدساتهم، وأن يحفظ المسجد الأقصى من عدوان الصهاينة المعتدين الغاصبين المحتلين، إنه قوي عزيز. الحديث عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن نار من أدم. طيب وش الفرق بين الأدم والأدم؟ الأدم الجلد المدبوغ، والأدم المرقة الإدام. نعم. فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. أحسنت. هذا الحديث الثاني من باب الأذان من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وهذا الحديث في باب الأذان، وتلاحظون أن فيه زيادة على الأذان، مثل صلاة السفر ركعتين وغيره من الأحكام. ولهذا الإمام مسلم ما أخرجه في كتاب الأذان، أخرجه في كتاب الصلاة باب سترة المصلي، لأنه قال: صلى إلى عنزة فركزها ثم ركزت له عنزة، فالإمام مسلم أخرجه في كتاب الصلاة. بينما البخاري، وهذا من فقه البخاري على مسلم، أخرجه في كتاب الأذان. هذا فيه نوع أن البخاري رحمه الله يتميز على مسلم بمزيد علم وفقه، وكلاهما من أئمة الإسلام العظام في الفقه والحديث، لأن البخاري أخرجه في كتاب الأذان باب هل يتبع أو يتتبع المؤذن فها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان. ولهذا من فقه الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله، الحافظ عبد الغني المقدسي، أنه أورده في كتاب الأذان. ألفاظ الحديث: قبة، قال: أتيت النبي، هذا أبو جحيفة. وفيه من الفوائد الإتيان إلى العلماء وإلى مجالس العلم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة في الحج، في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، فضربت له القبة في مكة في بطحان، في البطحاء من مكة، شرق مكة، ضربت له قبة. القبة هي الخيمة، خيمة الصغيرة، نوع من الخيام، بيت صغير مستدير من البيوت التي كان يسكنها العرب، وهذا المراد بالقبة. الأدم كما قلنا جمع أديم، ولهذا شكلها آ فتحة آ دال فتحة دال، جمع أديم وهو الجلد. أما الأدم فهو يختلف، لأنه من الإدام وهي المرقة. فخرج بلال بوضوء، في سياق الحادثة أتى النبي فإذا بلال يخرج، قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بلال بفضل وضوئه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بما يتبقى من وضوئه، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بوضوء غير وضوئه،
عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يتبرك الصحابة بوضوء أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الجلة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل هذا. ولهذا أدعياء البركة ممن يدعون الولاية وأنهم أولياء ويضحكون على عامة الناس فيقبلون أيديهم وأرجلهم ويتبركون بألبستهم وأثوابهم ووضوئهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. الذي ينفعك ويضرك هو رب العالمين. هؤلاء هم علماء أو أولياء يبينون للناس، لكنهم لا يعبدون من دون الله. فليتنبه المسلم عقيدتك أيها المسلم، توحيدك لله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بوضوء، مش الفرق بين الوضوء بالفتح والوضوء بالضم؟ الوضوء الماء نفسه، اسم الماء الوضوء، نفس الماء هذا وضوء مثلا، بينما الفعل الممارسة غسل اليدين الوجه الرجلين هذا وضوء بالضم، لأنه يحكي الصفة. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ وهنا بلال ماذا أتى؟ أتى بوضوء ولا بوضوء؟ بوضوء يعني بالماء. قال فمن ناضح ونائل، الصحابة أحد ينضح من ماء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يأخذ منه أو يبل يده به، ونائل يعني ينيله غيره من الصحابة الذين هم أبعد منه عن الماء. فالصحابة من ناضح ونائل، ينضح يرش أو يتوضأ أو ينيله غيره. قال والنبي صلى الله عليه وسلم في القبة ثم خرج وعليه قبة وعليه حلة حمراء. الحلة ثوبان، إزار ورداء، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين، فإن كان الأسفل فهو الإزار فقط، وإذا كان إزار ورداء سمي حلة، لأن كل منهما يحل عن الآخر، وهي نوع من الثياب اليمانية منسوجة بخطوط حمراء مع سوداء، فوصفت بالحمرة باعتبار الأغلب واعتبار ما فيها من الخطوط الحمراء. وفي هذا جواز لباس الأحمر، الشماغ مثلا أو الحلة الحمراء، إذا كان ليس أحمرا خالصا، والشماغ مثلا فيه خطوط بيضاء، والحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطوط سوداء، أما الأحمر الخالص فإنه منهي عنه. ولا بأس بالأحمر إذا كان مخططا بغيره من الألوان. الشاهد، كل ما سبق ليس شاهدا لنا في باب الأذى. الشاهد أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال فتوضأ وأذن بلال، قال لما أذن بلال جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وهو يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه صفة. الصفة الثانية حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح يمين، حي على الفلاح يسار، وكلاهما وارد، وإن كان الأول أولى وأرجح وسيأتي. قال أبو جحيفة، شوف كيف يتعلم، يتتبع فاه، شوف العلم بالقول والعلم بالفعل. ولهذا العالم الإمام المؤذن قدوة، الناس ينظرون إلى أفعاله، ينظرون الإمام كيف يصلي وأين يضع يديه وأين وهل يطمئن أو إلى آخر، وينظرون للمؤذن كيف كان أذان النبي عليه الصلاة والسلام
الأذان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في إقراره لبلال رضي الله عنه. قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، جاء وقت الصلاة، العنزة السترة، العصا اللي في آخرها حديدة طول الذراع، أو الحربة. الحربة يعني مثلا السهم أو النبل الذي يضرب به، أو نوع من السكين أو نحوها من الآلات. والعنزة يكفي أن تكون عصا، وهي السترة بمقدار ذراع، من شبر إلى ذراع. وصلى الظهر ركعتين. لماذا؟ لأنه مسافر وفي الحج، في هنا بطحاء، في بطحان، في الأبطح. ثم نزل يصلي ركعتين، ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فيه أن المسافر يقصر الصلاة، وأن القصر أفضل من الإتمام. وكذلك الحاج، الحاج إذا كان بمنى أو بعرفة يقصر الصلاة ولو كان من أهل مكة. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، أي أنظر إليه حال التفاته لقوله حي على الصلاة. حي بمعنى هلموا أقبلوا، وتسمى الحي على، والاثنتان الحي على تام، وهو اسم منحوت من كالبسملة، من بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله من الحمد لله، والحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا عندنا في الأذان الحي على، الحي على تام، الحي على تام. إذن هذا المعنى يخبرنا الصحابي الجليل رضي الله عن أبو جحيفة أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل بخيمة له في الأبطح في مكة، فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة يتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأذن بلال فجعل يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم غرزت عصا قصيرة لتكون السترة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين لكونه مسافر، ثم لم يزل يقصر الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وش مناسبة الحديث؟ وش الشاهد في الحديث؟ بيان صفة الأذان. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وأنه أيضا كان بلال مستقبل القبلة، وأنه كان يلتفت عند الحيعلتين. ما حكم الالتفات عند الحيعلتين؟ الجمهور، جمهور أهل العلم، على أنه يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث، حديث أبي جحيفة، أن بلال يقول يمينا وشمالا يتتبع فاه هنا وها هنا، فكان يلتفت حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. شوف، لاحظ، لوى عنقه، ما استدار كامل، لا، لوى عنقه، التفاته على اليمين والتفاته على الشمال، ولم يستدر بجميع جسده. وأيضا الاستداء، قصدي الالتفات في الحيعلتين جاء لأن الأذان على نوعين: الأذان ذكر وخطاب. الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر. لكن إذا جت حي على الصلاة، ذكر ولا دعاء ولا خطاب؟ خطاب، لأنك تنادي الناس وتناديهم وتدعوهم لأن يصلوا، هلموا أقبلوا حي
على الصلاة فيناسب أن تلتفت يمين وتلتفت في الشمال، وكان الأذان ما هو مثل الأذان اليوم بمكبرات الصوت، كان يخرج بلال يقوم يؤذن في المكان الأعلى في المنارة ليبلغ صوته الناس، وكان يؤذن على الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الأذان مشتمل على ذكر وخطاب، فالذكر يقصد به القبلة، والخطاب ودعاء الناس ودعوتهم إلى الصلاة مناسب أن يكون فيه التفاتة، لأنها خطاب للعباد من جهتهم. وما صفة الالتفات؟ ذكر العلماء رحمهم الله صفتين للالتفات، صفتين للالتفات: الالتفات بوجهه وعنقه فلا يزيل قدميه عن مكانهما، لأن في رواية أبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وقد اختلف الفقهاء في الالتفات يمين في حي على الصلاة في الاثنتين، والالتفات في الشمال حي على الفلاح، ومن خان حي على الصلاة خان حي على الفلاح، اللي ما هو مصلي ما فيه فلاح أو مستجيب للأذان. ولهذا ذكر المصلون والمؤمنون من قبل المؤذن: تعالوا إلى فلاحكم، إلى صلاحكم، إلى خيركم في الحال والمآل، وهي صلاتكم. إذن الالتفات جهة اليمين، هذا قول الجمهور في حي على الصلاة، وجهة الشمال في حي على الفلاح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه مرة يمين حي على الصلاة، ثم يلتفت شمال حي على الفلاح حي على الصلاة، ثم يمين حي على الفلاح، ثم شمال حي على الفلاح، وهو قول لبعض الفقهاء، والراجح الأول والله أعلم، لأنه أقرب إلى لفظ الحديث. طيب، نازلة من نوازل العصر الأذان بمكبرات الصوت، هل يلتفت المؤذن أو لا يلتفت؟ وهذه كما قلت من النوازل في الأذان، قولان أيضا لأهل العلم من العلماء المعاصرين. فالأكثر على أنه يجمع بين سنة الالتفات وقصد الجهاز ليبلغ الجهاز الصوت. فمثلا لاحظ أنا الآن وأنا أقاب أتحدث على الجهة اليمنى، شوف كيف أعمل، فأجمع بين الالتفات أداء لحق إخواني في سماعهم للدرس، وأيضا الناس في سماعهم للأذان، وهنا ما تغير عليكم الصوت، جمعنا بين الالتفات وهي السنة وبين الحفاظ على الصوت. وهذا هو الراجح، أن تجمع بين السنة، لأن الحرص على السنة ينبغي أن يكون من دأب المؤذنين، وهذا من فقه الأذان. وبعضهم قال لا، ما دام أن الحاجة كان نول للحاجة، أما الآن ما في حاجة فلا حاجة إلى أن يلتفت. والحقيقة أن هذا يفوت السنة، فالجمع بينهما أولى. لماذا؟ أن علة الحكم المبالغة في الإسماع، هذا عند الذين قالوا أنه لا يلتفت، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة انتفت والإسماع موجود من خلال المكبرات، هذه حجة القول الثاني. قالوا الالتفات يضيع صوت المؤذن في إرسال الصوت، وأيضا مكبرات الصوت اليوم على المآذن توصل الصوت إلى كيلوات المترات، فلا حاجة للالتفات. والراجح القول الأول أنه يجمع بينهما. لماذا؟ لأن الحكم إذا شرع لعلة ثم انتفت العلة ف
فالحكم يبقى، الحكم يبقى. ليه يبقى؟ للاقتداء والتذكير. الرسول عليه الصلاة والسلام سن الاضطباع وسن الرمل في الطواف، ولا تزال السنة إلى اليوم، علما أن العلة منتفية حتى لا يقول الكفار وهنتهم حمى يثرب، ولا زال الرمل موجود مع انتفاء العلة. لماذا؟ لأنه سنة، لأن القدوة، لأن الحفاظ على العبادة. وهذا يجب أن يكون حتى لو زالت العلة. الأمر الثاني أن العلة مستنبطة وليست منصوصة، وعندنا نص، فهل تقدم النص ولا تقدم العلة؟ تقدم النص. والعلة هنا في مكبرات الصوت مستنبطة وليست منصوصة، فكأننا نعمل ونجمع بين النص والعلة المنصوصة ونترك العلة المستنبطة، هذا هو الراجح. ولهذا الجمع بينهما، ولو أنه لم يلتفت فالأمر لا يعدو كونه سنة، والأمر فيه واسع إن شاء الله. فوائد الحديث: إتيان مجالس العلم. أبو جحيفة قال: أتيت النبي وأهل الفضل لمكانتهم والإفادة منهم وأخذ العلم منهم وحكاية حالهم. تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وإجلالهم لمكانته وحقه وحرصهم على نيل بركته، وهذه من خصوصيته. ما يدعي لجهلة اليوم، لا عندهم قبور وأضرحة في كثير من بلاد مع شديد الأسف، وهي ليست أحيانا قبور صحيحة. ولو كانت قبور صحيحة فهم أموات، هم بحاجة إلى دعائكم، وليسوا بحاجة إلى أن تلتمسوا دعاءهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أن التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يتبرك بعد الصحابة بالنبي، لم يتبرك أحد بأحد. أطلب البركة من الله، تطلب البركة من الله. طيب ماذا نقول في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأن الصالحين والعلماء الخيرين تنال منهم البركة؟ نقول هذا في حدود ما شرع الله، فالبركة من، فالعلم من البركة، والاستفادة منهم في الخير من البركة. لكن أبقصدهم من دون الله أرجو بركتهم؟ فالبركة من رب العالمين تبارك وتعالى. أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، جواز لبس الأحمر من الثياب ما لم يكن أحمر خالص لا يخالطه شيء، فيتجنب أو يجتنب خروجا من الخلاف. الحرص على السنة في السترة، المصلي يصلي إلى سترة عنزة، يسن اتخاذ السترة للمصلي ويكفي فيها ما كان بقدر العنزة. استحباب قصر الصلوات في السفر وهو الأفضل من الإتمام. هذه جملة من فقه هذا الحديث العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا تحفه الملائكة، تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده، إنه جواد كريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح أحوالهم واحقن دماءهم وأنجي المستضعفين منهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم كل إخواننا في فلسطين والمستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وأرنا بهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرحة لأمة الإسلام وبشرى لأمة الإسلام في استقبال هذا الشهر الكريم بالنصر والعز والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله قبلة للمسلمين واجعله محتضنا دائما وأبدا للحرمين الشريفين وللقاصدين والزائرين والمعتمرين والمسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمرنا واجزهم خيرا على ما يقدمون للحرمين الشريفين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أمن واستقرار وأمان واطمئنان وصلاح لأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا الشهر الكريم بقوة وصحة وعافية، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وأعتقنا فيه من النار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم وفق الطائفين والمعتمرين والساعين والمصلين والركع السجود، وتقبل صلواتهم وعمرتهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.